الإمارات ومن غيرها، فهي التي نفذت انقلابا ضد الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن. هذا ما تحدث به وزير الداخلية نائب رئيس الوزراء أحمد الميسري مسجلا للتاريخ الفصل الأخير من المعركة. نحن نقر بالهزيمة ونبارك للأشقاء في الإمارات العربية المتحدة النصر المبين علينا، ولهذا فإننا لن تكون هذه المعركة النهائية ولن تكون الأخيرة أيضا. نحن ذاهبون لنعود. سجل الميسري كلمته الأخيرة وهو يغادر مطار عدن بعد 4 أيام من المعارك التي شهدتها المدينة بين قوات الحزام الأمنية الموالية للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات وقوات الحماية الرئاسية الموالية للحكومة. كنا لن نترك هذا الوطن للعابثين، وسنظل نناضل للدفاع عن الحق ونصرة الحق مهما كلفنا ذلك، ما دام في عروقنا تسير الدماء. لم تكن قسوة الهزيمة هي من دفعت بالمحارب الأخير لتهنئة الإمارات والموالين لها بالنصر، فالحرب سجال، غير أن الأقصى كان الصمت المريب للرئيس هادي تجاه الأحداث. قال الميسري وهو يمضي إلى الرياض إن مؤسسة الرئاسة والسعودية لم توفقا في صمتهما 4 أيام عندما كانت الإمارات تذبح الشرعية في عدن، وهما من يفترض أن يقفا في الصف الأول ضد توغل الدولة التي وجدت في اليمن مساحة فسيحة لممارسة هوايتها بصناعة الانقلابات والوقوف خلفها. كلمة الميسري كانت النقطة الأخيرة لسيطرة الحكومة على المدينة، فالإمارات كانت قد خططت ومولت الانقلاب على الحكومة، وكان المشهد يذكر اليمنيين بسقوط العاصمة صنعاء بيد الحوثيين في سبتمبر 2014. ففي نهاية يونيو الماضي أعلنت الإمارات وهي القوة الثانية في التحالف الذي تقوده السعودية انسحابها من اليمن بعد أن دربت 90,000 جندي من الموالين لها، ويومها خرج أحد مسؤوليها وهو يتحدث بأن ذلك أحد النجاحات الكبيرة لها. وبعد شهر واحد كانت قوات الحزام الأمنية الموالية لها تسيطر على مدينة عدن بالكامل بعد 4 أيام من المعارك الضارية ضد قوات الحماية الرئاسية الموالية للحكومة.